السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة التي سوف أخصص عليه الحديث عن موضوع آخر، يهم بعض الإخوان الذين لديهم أطفال أو الذين يريدون الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويريدون جلب أطفالهم معهم، سواء في إطار القرعة الأمريكية أو إطار لم الشمل هنا مع أزواجهم أو عائلتهم في الولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الحلقة سوف أتحدث عن موضوع دراسة الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك العديد من الإخوان الذين يريدون جلب أطفالهم من دولهم، يعني المغرب، الجزائر، تونس، مصر، أي دولة فعلى العموم، وتسجيلهم بالجامعات بالمدارس الأمريكية، لأنه التعليم هنا في أمريكا إجباري، لا يمكن ترك الطفل في البيت بدون الذهاب إلى المدرسة. ففي هذه الحلقة سوف أتحدث عن هذا الموضوع. سوف أبين بأن الولايات المتحدة الأمريكية، نظام التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية نظام مجاني، يعني أن الإنسان أو العوائل أو العائلات المهاجرين هنا في أمريكا أو بصفة عامة لا يدفعون أي يعني مصروف للدولة، لأنه تعليم مجاني منذ دخول الطفل إلى أول مرحلة إلى غاية حصوله على الهاي سكول أو ما يسمى بالثانوية العامة أو البكالوريا في بعض البلدان. أما بعد البكالوريا فبالطبع هناك يعني مصاريف للدراسة ودخول الجامعات. فكما تعلمون، قبل تسجيل أطفالكم في المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا موجه للقاطنين هنا في أمريكا وحتى الناس الذين يأتون من دول أخرى، فهناك بعض الوثائق تطلب قبل يعني تسجيل الطفل في المدرسة. يعني مثلا أول شيء يجب معرفته أن تسجيل الأطفال يكون في المدرسة التي تكون تابعة إلى العنوان. يعني مثلا أنا أسكن في حي إكس، فأقرب مدرسة ابتدائية إلى حي إكس أو أقرب مدرسة ثانوية لحي إكس هي التي يجب أخذ الطفل إليها. لا يمكن أن أكون أسكن في هذا الحي وأذهب إلى حي ثاني أو رمز بريد ثاني وأقوم بتسجيل الطفل. فهذه من الأشياء التي يجب معرفتها. المدرسة التي يتم تسجيل فيها الأطفال هي المدرسة التابعة للعنوان الشخصي للإنسان. هذه أول شيء. ثانيا، هناك بعض الإخوة الذين يأتون الولايات المتحدة الأمريكية ولا يعلمون قيمة المدارس، لأن هنا في أمريكا هناك مواقع تقوم بوضع يعني معلومات عن كل مدرسة وتقييم المدارس. فأنا سوف أضع لكم رابط لموقعين تقريبا، كل ما عليكم القيام به هو كتابة البريد، الرمز البريدي للعنوان الذي تعيشون فيه، وسوف يعطيكم المدارس الابتدائية أو الثانوية أو الإعدادية أو غير ذلك، ويعطيكم تقييم. فكل ما كان يعني تقييم المدرسة عالي، يعني 10 نقاط ويكون باللون الأخضر، فهذه مدرسة ممتازة. كل ما كان باللون الأحمر، يعني 3 4 5، فهذه مدرسة غير ممتازة. لكن أنا لا أنصحكم بالتنقل من عنوان لعنوان، لأن هذا يعود إلى كل شخص، يعني إلى ظروف كل شخص، لكن هذا هو القانون. يعني مثلا قبل تغيير العنوان مثلا هذا، أقوم بالبحث أولا عن المدرسة التي سوف يدرس فيها ابني، وأرى تقييم وأرى ماذا يقولون عن المدرسة، ماذا يقولون على الأساتذة، ماذا يقولون عنها، ما هي المواد التي يبرز فيها يعني هؤلاء الأطفال اللي يدرسوا في المدرسة. هناك مدارس مثلا فيها نقط في الرياضيات، يعني الأطفال هناك متفوقين في الرياضيات، هناك مدارس متفوقين في العلوم، فمثل هذه الأشياء. فالموقع سوف تجدونه في الرابط أسفل في هذا الفيديو. فأولا وبعجالة، الأوراق المطلوبة يعني قبل تسجيل الطفل في المدارس، يطلب من الآباء يعني جلب شهادة تبين أن الطفل قد قام بجميع التلقيح أو التلقيحات، يعني جلب شهادة تبين أن الطفل أخذ جميع التلقيحات، حتى بالنسبة للناس القادمين من خارج أمريكا أن يجلبوا معهم هذه الشهادة وتكون مترجمة. يعني خارج أمريكا يجب أن تكون مترجمة، أما إذا كان المولود مواليد أمريكا فبالطبع كل شيء بالإنجليزية. أو ثانيا، شهادة الميلاد أو ما يسمى بالبيرث سيرتيفيكيت، يعني شهادة ميلاد أو شهادة الازدياد كما يقال في المغرب مثلا. بعد ذلك مفروض أخذ الطفل إلى أقرب مستشفى عمومي لأخذ بعض الفحوصات، يعني يفحصون الأداء الأذن، يفحصون النظر، يفحصون هل هو يتحرك، هل يستعمل يديه بشكل طبيعي، هل يفكر، يأخذ عينة من الدم حتى يروا هل هو يعاني من بعض الأمراض لا قدر الله مثلا. بعد ذلك وثيقة تثبت الأبوة، يعني أن هذا ابن هذه العائلة،
يعني مثلا جلب جواز سفر او هذه الاشياء بان هذا ابني. اوكي، الان سوف اتحدث عن المستويات الدراسيه في الولايات المتحده الامريكيه. فاول مستوى هنا دراسي في الولايات المتحده يسمى بالبري سكول، اي ما قبل الدراسه، وهذا مفتوح في وجه الاطفال ذوي الذين بلغوا سن 3 سنوات، بشرط ان يكون الطفل لا يستعمل حفاظات، لان هناك بعض الاطفال وصل سن 3 سنوات ويستعملون حفاظات. فالشرط 3 سنوات وان لا يستعمل حفاظات لدخول هذا هذا المستوى. بعد ذلك ويكون تقريبا 4 ساعات في اليوم، البريسكول هو 4 ساعات في اليوم، وتقريبا السبت والاحد يعني فري نو سكول. اوكي، الان سوف نذهب الى المرحله الابتدائيه او ما يسمى بالالمنتري سكول، الابتدائيه او ما يسمى بالالمنتري سكول، وهي مفتوحه في وجه الاطفال الذين بلغوا سن تقريبا 5 سنوات وتمتد الى 10 سنوات. ثم هناك المرحله المتوسطه، المرحله المتوسطه وما يسمى بالميدل سكول، وتضم 3 سنوات، يعني يدرس الطالب لمدة سنوات حتى يصل تقريبا إلى سن 13 سنة 14 سنة. ثم هناك المستوى الأخير أو ما يسمى بالإعدادية أو ما نسموه نحن في الدول العربية بالثانوية، وهي الهاي سكول، ويدرس من تقريبا من سن 14 سنة 13 سنة إلى 17 سنة، يعني بعد حصوله على الباكالوريا أو الثانوية العامة. فعلى العموم كما قلت، هناك سؤال يعني يطرح نفسه، وهو ما هي المواد التي تدرس في المدارس الأمريكية؟ أول شيء، المدارس الأمريكية تدرس جميع المواد كجميع المدارس، يعني الرياضيات مع اللغة، جميع المواد. أوكي، إذا كان الطفل قادم لخارج الولايات المتحدة الأمريكية وليس له دراية بالإنجليزية، سوف يوضع في أقسام ذات دعم في اللغة العربية، الدعم في اللغة الإنجليزية، سوف يدرس طبيعي كجميع الأطفال، لكن سوف يأخذ أقسام يعني إنتنسيف مكتفة لتعلم اللغة الإنجليزية حتى يصل في مستوى يعني الناس المقيمين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. المدارس الأمريكية لا تعطي دروس في اللغة العربية، لا تعطي دروس في الدين الإسلامي، لذلك هناك مراكز إسلامية، هناك أكاديميات إسلامية يمكن أخذ الأطفال إلى هناك لدراسة التعليم الأمريكي وبجانبه التعليم الإسلامي، لكن هذه المدارس هي مكلفة ومكلفة جدا، وهي خاصة، يعني ليست عمومية، هي خاصة، لأنها هي خاصة بناس محددة. آخر شيء بالنسبة لأكل الأطفال، بالنسبة لأكل الأطفال هناك حالتين، إما أن الآباء يمدون أطفالهم بالأكل، يعني مثلا وجبة الغداء كل يوم يأخذ معه وجبة الغداء، هذا إجباري، يعني أن الابن يأخذ معه، الطفل يأخذ معه أكله الذي سوف يأكله أثناء الغداء، أو أنكم تتصلون بالمدرسة وتتسجلون في نظام يقومون بإعطاء الأطفال وجبة الغداء. في هذه الحالة يمكنكم اعطاء ثمن رمزي، او بعض المرات يكون معفى اذا كان الدخل يعني فقير جدا فيكون معفى، لكن يجب اخبار المدرسه بان الطفل مسلم، وتجنب جميع المواد التي تحمل مواد الجلوتين، يعني مثلا اكل لحم الخنزير، اكل اي شيء عنده علاقه بلحم الخنزير او مشتقات او المواد المشتقه من لحم الخنزير وموضوعه في الاكل. فلذلك مثلا تمنع تخبرونهم بانهم لا ياكل لحم، لا ياكل الدجاج مثلا، لا ياكل هذه الاشياء، فهذا من حقكم، ويتم امضاء ورقه. واذا اكتشفتم يوما ما ان الطفل تم اعطاؤه اكل يعني غير حلال غير اسلامي، يمكن لكم رفع دعوى على المدرسه يعني، لكن على العموم هم يتجنبون هذا الشيء لانهم قانونيين صراحه. ف اقتراحي هو اعطاء الطفل اكل معد في المنزل واخذه معه الى مدرسته. في نهايه الحلقه اتمنى ان هذه المعلومات التي تخص دراسه الاطفال هنا في امريكا ان تكون مهمه، واتمنى منكم يعني القيام بالشير للفيديو والسبسكرايب في القناه لتصلكم العديد من الفيديوهات الجديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.